استاذ دسوقي من المنوفيه. استاذ دسوقي ازاي حضرتك؟ اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم، راي حضرتك في الكارت الكارت البنزين ازاي يا فندم؟ اتفضل. والله يا فندم اي حاجه فيها سيستم بتبقى كويسه جدا. تمام. يعني القرار اللي صدر ده من وزاره البترول والسيد رئيس الوزراء بتعميم كروت الزكاه دي قرار حكيم جدا، لان في ناس سعادتك وخصوصا التكاتك بتروح تموم من البنزينه، بيبقى مون التوك توك بتاعه مره واثنين وثلاثه وياخد شراكه وهو طالع، فانا مع القرار دي قلبا وقالبا. طيب شكرا، شكرا ليك، شكرا ليك. معانا الاستاذ عماد من كفر الشيخ، اتفضل يا استاذ عماد. والله انا في هنا نقطه مهمه من حيث المزارعين. هنناقشها يا فندم، اتفضل. الوقت اللي هو مثلا الشباب كتير بيروح ياجر اراضي، واخد بال سيادتك، وطبعا النهارده صاحب الملك ما بيرضاش يديله حصه الكيماوي في الجمعيه او حصه الوقود. فانا معلش مع احترامي للجميع بطالب ان يوضع ماده من يزرع الارض بموجب عقد الايجار ياخد الوقود وياخد السماد، لان اصحاب الاملاك الكبيره اصلا ما بتزرعش الارض. يبقى هو كده بقى هو مزارع صغير بيروح ياجر حته ارض فدان او اتنين، بيجي يصادم في مبيدات بره ده غالية. ده حل كويس جدا يا استاذ دسوقي. استاذ عماد، شكرا يا استاذ عماد. استاذ عبد المقصود من كفر الشيخ، اتفضل يا استاذ عبد المقصود. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. حضرتك احنا في الشهداء منوفيه وسواقين تكاتك. ماشي حضرتك؟ حضرتك البنزين ما عندي بيجي عندنا في الصبحيه ده حوالي ساعتين. ماشي الصبحيه. ماشي؟ اتفضل. لو حضرتك اشتغلت مثل منظومه الكارت دلوقتي، احنا دلوقتي كده واقفين طوابير. هتاخد وقت جامد قوي اما نحط كارت والناس واقفه وطوابير. طيب الحل ده الموضوع ده يتحل ازاي؟ انتوا كاصحاب تكاتك عندكم فكره معينه؟ ممكن توطي حضرتك اول حاجه، حضرتك اول اول حل حضرتك زي يرجع زي زمان البنزيمه يبقى فيها بنزيم 24 ساعه. زي زمان. البنزيمه يبقى فيها 24 بحيث اروح اي وقت امون، ما يكونش بقى الساعتين الصبح اللي احنا بنقعد فيهم طوابير على البنزيمه. نوع يبقى يعني انت كصاحب توك توك معترض على الكروت كروت البنزين الذكي ولا مش معترض؟ انا مش معترض، بس معترض على ان البنزين فيها ساعتين بس الصبح بنزين والناس واقفه طوابير. طب التوك توك بتاعك مترخص؟ نعم. التوك توك بتاعك مترخص؟ لا مش حد ما عندناش ترخيص التوك توك عندنا. طب ما انت كده مش هيبقى ليك كارت، لان الكارت الذكي بيطلع للتوك توك مرتبط بالترخيص. ماشي يا باشا، مش هي القضيه. احنا مش معترضين على مش معترضين على الترخيص. احنا معترضين على البنزين لازم يبقى فيه حضرتك بنزين زي زمان 24 ساعه، بحيث اما اروح اموم بالكارت اما ارخص واروح اموم بالكارت اروح الاقي البنزينه فاضيه ما اقفش ساعتين بقى. طيب شكرا عبد المقصود. الاستاذ شريف من القاهره، اتفضل يا استاذ شريف. الو. اتفضل يا فندم. اولا كل سنه وانتم طيبين والامه العربيه واخواتنا المسيحيين بخير. وحضرتك طيب. اولا اتفضل. الشعب المصري كله مع اي حاجه نظام طالما في الدعم بيوصل لمستحقيه، بدل البنزين ما بيتهرب بره مصر وبيروح غزه بيروح البلاد الثانيه، كلنا مع النظام. لكن احنا بنناشد السيد رئيس الجمهوريه ووزاره الداخليه، في 2 مليون توك توك في مصر يا جماعه. انا برخص الموتوسيكل. التوك توك اللي ماشي في الشارع بياخد بنزين مدعم وماشي اغلبه لا مؤاخذه بيشيلوا مطاوي وبيتاجروا في مخدرات وبعكسه في البنات. انا برخص الموتوسيكل. التوك توك اللي بيشيل 4 تنفار وماشي في شوارع جميع شوارع مصر ومحافظات مصر، ده لو سرق حد، لو خبط حد بالعربيه، يعني لمصلحه مين؟ التكاتك دي ماشيه من غير ترخيص، يعني بيكسبوا في اليوم 200 جنيه و300 جنيه. طب يا جماعه خدوا منه 1000 جنيه في 2 مليون توك توك ب 2 مليار جنيه، الدخل جاي للدوله يا جماعه. لكن لازم تنظمهم، لان نوقفهم لنرخصهم، لكن اغلبهم ماشيين بالمطاوي وبيعكسوا البنات وبيخطفوا واغلبهم بيشتغلوا في تجاره المخدرات لمصلحه. طيب. مين؟ انا شكرا. طيب شكرا للاستاذ شريف من القاهره. معانا الاستاذ احمد من القاهره، اتفضل استاذ احمد. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. انا عندي عده مقاولات، يعني زي خلاطه وونش والكلام ده. طب الخلاطه مثلا اجيب الجاز ازاي ولا بنزين ازاي؟ اجيب مثلا ازاي؟ يعني المفروض يعملوا لنا احنا حاجه. فهي دي الاسئله اللي ان شاء الله هنطرحها على المسؤولين بعد شويه. احنا بنحاول بس نجمع ايه هي متطلبات المواطنين ورايهم في منظومه الكروت الذكيه للبترول. في اي استفسار تاني يا استاذ احمد؟
شكرا 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 ليك يا استاذ احمد. طيب معانا استاذ احمد من بورسعيد. استاذ احمد اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ على حضرتك. يا اهلا بحضرتك اتفضل. بص حضرتك هو في تعليقين بس بالنسبه لكروت البنزين. هو اولا كارت البنزين ده مش هيحدد لكل عربيه ليها كميه كام رتل مثلا في الشهر؟ هو طبعا اكيد صح ولا لا؟ اكيد. ثانيا هيتطبق على السفارات والبعثات الاجنبيه وشركات السياحه؟ طبعا. احنا بنعمل ما هو ده معمول عشان ايه؟ معمول عشان كده. عشان كده علشان النقطتين دول بالظبط، البعثات الاجنبيه وشركات السياحه. ثانيا الفلاح بقى، يعني انا والدي عنده يعني مثلا والدي زرع فدان النهارده، هنعمل له كارت منين بقى؟ بيبقى على الحيازه، بيبقى على الحيازه الزراعيه على ما اظن يعني. الحيازه الزراعيه. طيب بالنسبه مثلا يعني المنظومه فيها لسه حاجات كتير عاوزه تتعمل. المنظومه يعني مش هو هنطبق كارت للعربيات والتكاتك والكلام ده، لا. طيب طب استاذ احمد، طب يعني خليني اسالك السؤال بشكل اخر، هل انت موافق على منظومه الكروت الذكيه للبنزين ولا لا؟ هو المفروض الكروت الذكيه دي تتعمل عشان البعثات الاجنبيه اللي بتمون بالجنيه المصري، اللي بتمون ريتل السولار المدى بالنسبه لهم بره، بالنسبه لهم بره. انا بسافر بره الريتل بره بيورو وبيورو و20 سنت. ايوه يعني انت يعني موافق ولا مش موافق؟ لا انا قولا واحدا. اهم حاجه الفلاح. الفلاح. شكرا ليك يا استاذ احمد من بورسعيد. طيب معانا الاستاذ سعد من الدقهليه. استاذ سعد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل يا فندم. حضرتك دلوقتي برنامج اللي هو الكروت والحاجات ديت، لما نيجي مثلا الناس لما تيجي في الاراضي الزراعيه وبالنسبه للجرارات والمكن والحاجات ديت، طب العمل هيبقى عليها ازاي؟ لان مثلا اللي عنده مكن ري واللي عنده والنظام المستكلات والجرارات والحاجات دي هتوصل ان بالنسبه للحاجات دي هتوصل لهم ازاي، ولا هنبقى نجيب ازاي بالمكن والحاجات دي؟ لان ناس فلاحين كتيره اغلبهم بالزراعه في المكن والري والحاجات دي. يعني سؤالك الاساسي عن المكن الري والجرارات وكده. ايوه خلاص. في اي اسئله تانية للمستحقين؟ بقول لك في اي اسئله تانية؟ في بالنسبه ل كان عليا طلب بس بعد اذنك. اتفضل. كان حضرتك انا كنت مثلا ليا طلب بعد اذنك الله يبارك فيك. كان حضرتك المحافظ كان بتاع الاهليه كان طلع على احدى البرامج وقال لي عايز اتوظف، واللي عايز وظيفه لحاجات من دي. كان يجي يقدم ورق، فانا رحت قدمت ورقي، رحت المحافظه، فالاستاذ عمرو بشير قدمت له ورقي وحاجات من دي، فبعتني للقوى العامه. طيب بص يا استاذ سعد، يعني في الكنترول روم هياخدوا رقمك وعد مننا عشان بس احنا ايه بنستقبل بقيه التليفونات. مستمرين معكم في السؤال، منظومه الكروت الذكيه هل هتساهم في توصيل الدعم المستحقي ولا لا؟ وارائكم، والناس عندها مخاوف كتيره جدا من هذا من تطبيق هذا النظام، هم مش معترضين ولكن في اسئله كتيره جدا بتدور في الاذهان. مستمرين معكم في طيب معانا اللواء حسني من الاسكندريه اتفضل يا استاذ اللواء. الو سياده اللواء اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. يا ريت توطي التلفزيون ممكن. سياده اللواء اتفضل. اتفضل. أيوة يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. طيبين. وحضرتك طيب اتفضل يا فندم. دلوقتي موضوع الكروت اللي بتتكلمي عليه حضرتك يعني حاجة عظيمة وكل حاجة، بس للأسف إن أنا الكارت بتاعي عامله من سنة 2015 حتى الآن لم أستلمه. سقت طوب الأرض على كل الناس، يعني مش يعني عشان كارت البنزين بقى الظاهر هنكلم الرئيس السيسي. حاجة بصراحة مسخرة يعني. محدش عارف كروت. انتوا بتعملوا كروت؟ طب سياده اللواء حضرتك لواء جيش ولا لواء جيش؟ قوات مسلحة. قوات مسلحة سابق؟ ايوه. طيب طب اتفضل يا فندم اتفضل. ايوه. اتفضل. فاقول لحضرتك انا الكارت بتاعي عربيتي ترخيص 2015 وعملت الكارت وما اخش على النت يقول لي الكارت تم اصداره. طب موجود فين؟ في وحده مرور القوات المسلحه. تروح وحده مرور القوات المسلحه ما فيش مندوب اساسا بيوزع كروت البنزين في وحده مرور القوات المسلحه باسكندريه.
دي مشكلة الشركة المتخصصة في إصدار هذه الكروت. قال لك انتقال شركة جو بلاس هي اللي بتوزع. ادونا أرقام مضروبة، أرقام غير موجودة. بص حضرتك أنا اتصلت بكل الناس للأسف، حتى أنا بعت لهم على النت وعملت كده هاتشاك كارت ضايع يا أولاد الحلال، دوروا لي على الكارت. في حين قبل كده أنا كان عندي عربية قبلها، دخلت على النت دفعت 10 جنيه خدت الكارت من البيت، جالي البيت. فيعني بصراحة المنظومة فاشلة تماما. طيب شكرا لسيادة اللواء حسني.